ننتقل الآن إلى التبويب التالي. باب في مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل. طبعا الآن هذا المسألة لا تكاد تكون مطروقة في هذا الزمان، كم تحتاج إلى أن تغتسل؟ والسبب أننا نعيش عيشة التمدن، فالماء متوفر وبسهولة كما ذكرنا قبل قليل، فعندها لا نحسب كمية الماء عندما نغتسل. لا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على قلة الماء، أولا لصعوبة تأمين الماء، اثنين لكي لا يقعوا في الإسراف، ثلاث حتى تهيأ وقت الحاجات أن تعيش وأن تتكيف مع قلة الماء. ويا ليت الناس يطبقون مثل هذه السنة. انظر كم مقدار الماء الذي كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة. الفرق إذن الفرق يكفي لكي تغتسل. كم الفرق؟ 3 أصع. 3 أصع تكفيك لكي تغتسل. وكم الصاع؟ 4 أمداد. الصاع 3 لتر أو لترين، من لترين ونص وزيادة، على خلاف بين الفقهاء. يعني أنت الأصل فيك إذا أنت بدك تغتسل بالماء السخان هذا أبو 10 لتر، هذا زيادة عليك. أما أنك تفتح البربيش وتبدأ تسكب على نفسك، ولا التانك بده إيش يخلص بسببك، فأنت تخالف السنة تماما. فكلما قللت في استخدام الماء فهذا يعين. ومما يعين على تقليل استخدام الماء في زماننا ماذا؟ مما يعين على قلة استخدام الماء أن يكون نعم في إناء وأن تغرف، فإذا استخدمت الإناء مع الغرف فهذا يعين على تقليل استخدام الماء. أما إذا حط لي دش ونازل لي أنت ما العداد مش مبين من السرعة وهكذا، فهذا ماذا يعني مفتوح كامل. لكن حقيقة ومع ذلك هناك بعض الصور انه بكون هناك ضاغط، الشخص يضغط ويفلت يضغط ويفلت، يعني ينضبط الامور شيئا ما، يشبه اقرب ما يكون الى الاناء وهذه المغرفة. فبالتالي احبائي في الله، كلما قللت في استخدام الماء اثناء الاغتسال واثناء الوضوء اصبت السنة او قاربت من السنة. قاربت ايش؟ من السنة. نعم، نسمع الان. ايوه، قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. يا جماعة، أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اثنين، يعني 10 لتر أو 9 لتر لمين، أو 8 لتر لاثنين، وهكذا. فبالتالي انتبهوا إلى التقليل في استخدام الماء.